السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من دورة تحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS. في هذا الدرس سوف نتعامل مع قائمة ترانسفورم وفيها مجموعة من الإعازات. أول إعاز سوف نستخدمه هو إعاز الكومبيوت فاريبل، حساب متغير جديد. هذا المتغير نقوم بإنشائه مع إجراء عمليات حسابية عليه. نذهب إلى ملف البيانات ونختار فولدر أو ملف ترانسفورم، ننتظر لما يفتح البرنامج. هذه البيانات هي قمنا بإدخالها في برنامج الـ SPSS سابقا. تم فتح الملف. هذا العمود الأول هو عمود الراتب، والأيج هو عمود العمر، والعمود الثالث هو عمود الجندر الجنس، والعمود الثالث سؤال موقف الموظفين من أسلوب الإشراف، وموقف الموظفين من الرواتب، وموقف الموظفين من ظروف العمل. كانت هذه الإجابات راضي بشدة، غير راضي لا أدري. نذهب إلى شاشة Variable View، تصميم المتغيرات. نلاحظ هذه هي متغيراتنا، وفي حقل Values عرفنا متغير الجنس، واحد ذكر اثنين أنثى، وعرفنا أيضا غير راضي بالشدة واحد، واثنين غير راضي ثلاثة لا أدري، أربعة راضي، خمسة راضي بالشدة. وهذه المتغيرات الثلاثة الأخيرة هي متغيرات رتبية، ووحدة القياس هي Ordinal. أما متغير جنس ومتغير وصفي نوعي يأخذ وحدة قياس النومينال، ومتغيرات السلاري والأيج هي سكيل. نعود إلى شاشة البيانات، نذهب إلى داتا فيو، ومن ثم إلى ترانسفورم وكمبيوت فاريبل. نقوم بحساب الستاندرد ديفيجن على سبيل المثال، الانحراف المعياري الأزدي. نكتب هنا اسم العمود الجديد، ونأتي إلى الفاكشن جروب، نختار من هذه الدوال الإحصائية، دوال الستاتستيكال. هذه هي، نلاحظ الفاريانس والسم والأزدي، الانحراف المعياري والميني مينيمم والماكسيمم والمين والميديان. نحن نريد حساب الانحراف المعياري. الانحراف المعياري هو الستاندرد ديفيجن، نضغط نقرتين وندخل السؤال الأول، ومن ثم ندخل السؤال الثاني، ومن ثم نضغط OK. ستظهر النتائج في شاشة البيانات. هذا هو عمود الانحراف المعياري، هذه هي قيم الانحراف المعياري بين السؤال الأول والسؤال الثاني. في قائمة الترانسفورم يتم حساب المؤشر الإحصائي أو الانحراف المعياري على مستوى مفردة في البيانات، بينما في الأنالايز يتم حساب الانحراف المعياري على لكل المتغير. هذا الفرق بين الحساب في قائمة الأنالايز والحساب في ترانسفورميشن. الآن لو أردنا أن نقوم بحساب الوسط الحسابي، نأتي إلى Transform Compute Variable، نكتب هنا mean اسم العمود الجديد، ونقوم بمسح الدالة ونختار من هنا mean نقرتين، ونحسب المين بين الوسط الحسابي اللي هذه الأسئلة، ثم نضغط OK. نعود إلى شاشة البيانات، نلاحظ هذا هو عمود المين، الوسط الحسابي بين المتغيرين السؤال الأول والثاني. وأيضا ممكن أن نقوم بحساب متغير وفق شرطين متداخلة من نفس هذه القائمة. على سبيل المثال Transform Compute Variable، نقوم بحساب متغير جديد، على سبيل المثال متغير اي، نسميه متغير اي، ونحذف هذه الدالة،
على سبيل المثال نريد أن نحسب متغير العمر، يعني نحسب متغير جديد وفق شرط أن يكون العمر أكبر من 40 عام، وأيضا يعني متغير جديد يكون فيه نتيجة إنه العمر أكبر من 40 عام، وأيضا للذكور. نأتي إلى الإف، نلاحظ نكتب الشرط الأول هنا والشرط المركب والشرط الثاني في الإف، وفي انكلود نختار عاز انكلود if case satisfies condition، نكتب الشرط الثاني يكون من متغير الجندر يساوينا 1، أي الشرط الأول أن يحسب لنا من عمود الأعمار من هم أكبر من 40 عام، وهنا في هذا الشرط يحسب لنا من هم ذكور فقط. ثم نضغط continue ثم OK، سوف يظهر لدينا عمود جديد، عمود الأي. نلاحظ من ينطبق عليه الشرط هم فقط 1 2 فقط شخصان ينطبق عليهم الشروط. نلاحظ أعمارهم أكبر من 40 عام وهم ذكور فقط، الباقين لم يقم باختيارهم لأنه لا ينطبق عليهم الشرط. وهناك الكثير من الحسابات نستطيع حسابها من هذه القائمة. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس، نراكم على خير في الدرس القادم.